والله أنا أولا أشكر كل أخ وأخت من المغاربة اللي شجعوا المنتخب المصري، وكأني أسمع مصريون في القاهرة يشجعون المنتخب المصري في المقابلة الأخيرة. ده يعني أنكم خاوة على حق، وأشكر كل مصري لقيته بيشجع بحماس المنتخب المغربي، وده ما ينبغي أن يكون يا أستاذ عبد الإله، لأن إحنا الكرة بالنسبة ليكم كمغاربة ولنا كمصريون هي لعبة رياضة، المفروض تكون أخلاق، الرياضة أخلاق. منتخباتنا لا تتبع الجيش، لا تتبع رئاسة الأركان، منتخباتنا هي لعبة، هي لخلق محبة. اللي شفته محبة من المغاربة للمصريين ومن المصريين للمغاربة، وهذا ما يسلك صدري أنا شخصيا. لذلك بديت أتفاعل وأشجع وبقول بإخلاص من قلبي، أنا يوم الأحد فائز في الحالتين، المغاربة فايزين في الحالتين، المصريين فايزين في الحالتين. اللي هيصعد هنسقف له ونشجعه ونقف وراه، وإن شاء الله الكاس هيكون مغربي، إحنا محتاجينه هنا في المغرب. وبالنسبة للمصريين أنا أمثلهم وأتحدث عن لسانهم وأعرفهم جيدا، هانية في المغرب كما في مصر، إحنا خاوة، إحنا أهل، الكورة بالنسبة لنا لعبة بنستمتع بيها وليست معركة. أو ممكن نحمس نشجع بحماس، المصري يشجع بحماس والمغربي يشجع بحماس، وكل واحد نفسه منتخبه يفوز، لكن في النهاية اللي هيفوز يوم الحد هنقف وراه، يصل إن شاء الله للنهائي، وأنا شخصيا أتمنى المغرب يوصل يعني. طيب سلوك رائع وراقي جدا من أفراد المنتخب المصري، شفناه في استقبال المنتخب المغربي في الفندق. نعم. مباشرة بعد التأهل المغربي للدور الثاني، شنا صور ما بين صلاح وحكيمي، شنا صلاح ورحيمي مجموع اللاعبين التقطوا صور اللي كانت صراحة أعطت واحد الشحنة إيجابية ورجعت الحنين للعلاقات المغربية المصرية. أنا فرحت، ده موقف مسؤول أشكر عليه المنتخب المصري وكابتن المنتخب المصري لهذه اللفتة، إنه يروح يقابل إخوانه يشجعهم، خاصة إن المباراة كانت فعلا تستحق. الأسود لعبوا كويس، كون انهم ولو العكس بالمناسبه كان هيحصل ده من المنتخب المغربي. انا كان بصراحه انبسطت منهم جدا، وحتى ايدتهم وشكرتهم على الصفحه، لان ده اللي المفروض يكون، احنا خاوه، احنا اهل، وده اللي المفروض الكوره تعمله. ومنتخبنا او المنتخب المغربي دول سفرائنا، دول بيلعبوا باسمنا، دول يمثلونا، والتصرف اللي عملوه ده ينم عن اخلاق رياضيه حقيقيه، ده اللي المفروض يكون ويستمر. يعني. طيب سي عماد، يعني بصفة محايدة، حدود الفريقين، أنا شايف منتخبنا حتى صلاح في المباراة الأخرانية مش في المستوى اللي نطمح فيه، الأسود برضو، المغاربة مش راضيين عن أدائهم. أنا في الكرة مش شاطر قوي، لكن شايف إن محتاجين نسخن شوية، محتاجين نسخن شوية. في المقابل شفنا تسييس الكرة من سواديزون الجزائريين، نعم، ما نقولوش أشقاء لأن خرجوا لعيب بزاف، نعم. كيفاش تم يعني غسل الدماغ ديال الجزائريين اللي تحولوا من خاوة خاوة، خرجنا شجعناهم في 2019، نعم، في كأس أفريقيا في مصر، والمغرب كله كيشجع الجزائر، في لحظة كل شيء تقلب وتغيرت الموازين، شنو؟ الكرة ما يمكنش يكون تختلط بالسياسة بهذا الشكل الفج. الكرة هي لعبة، والمنتخب الجزائري سيس الكرة بشكل بشع، وسمعنا بعد قصة منتخب في بطولة العرب، كأس العرب قبيل كأس أمم إفريقيا، شفناهم بيقولوا نحن أسياد العرب، في حين ان المغرب واخد الكاس قبل كده، والتونس واخد الكاس قبل كده، ومصر واخد الكاس، والعراق 4 مرات. نسمعهم يقولوا بمنتهى الصفاقة احنا اسياد العرب، والسباب حفيظ دراجي وغيره في استوديوهاتهم التحليلية يسبوا المنتخبات ويتعالوا على المنتخبات، نفروا الناس منهم، في حين ان المفروض الكورة دي يا اخي لخلق ألفة، اللي يفوز نسقف له. الاردنيين انتوا هزمتوهم 4-0 في كاس العرب، قعدوا يضحكوا يقول لك تكيسوا علينا شوية، فين أخلاق العروبة؟ ويضحكوا كورة. ولذلك كنتوا انتوا في 2019، انا شاهدت على هذا في أمم أفريقيا 2019، كنت أقيم في المغرب، شفتكم تشجعوا المنتخب الجزائري وكأنكم جزائريون.
أما بعد كده فعلوا ما فعلوا من تسييس للكرة، من وقاحة وقلة أدب، من تطاول عليكم، من إدخال قضية الصحراء في القضية وقضية القدس وفلسطين، ومزايدات وقلة أدب ومشحنات، ثم وصلت بواحد وقح يعاير السيدات المغربيات، صندلت أقل بنت مغربية بعائلته كلها اللي ما عرفوش يربوه على أخلاق العرب وأخلاق الإسلام. فالناس لازم تنصرف طبعا. لذلك بقول لكل مصري، وأنا أمثل المصريين وأمثل المغاربة أيضا، وده يشرفني، إن إحنا كورة، إحنا نحترم بعض، إحنا خاوة، ما بيننا أكبر من الكورة بكتير، علاقاتنا تاريخية، عائلات ونسب وتاريخ وأصول. لذلك الكورة لا يمكن أن تكون منصة للمزايدات السياسية والوقاحة اللي شفناها دي. الكورة هي بالنسبة لنا لعبة. الجزائريين حولوها إلى فريق يتبع للجيش، رئيس الأركان يهني الفريق محاربين ومقاتلين وسنقاتل ومزايدات وقلة وعي. طبعا هم عملوا فيهم هتك وعيهم سنوات في الجزائر للأسف. فالنتيجة اللي انتوا شفتوها دي ان الكرة خلت لا توانسة بيحملوهم، ولا الليبيين بيحملوهم، ولا العرب كلهم شافوا هذا، ولا المصريين ولا المغاربة. ولذلك هم خسروا كثيرا بصراحة، انا في رأيي خسروا كثيرا. ولما خرجوا الخروج المهين في كاس امم افريقيا من الدور الاول، كلنا فرحنا فيهم بصراحة. ومن بعد ما خرجوا لو لاحظت هتلاقي البطولة بقت نقية، لا يمكن اثنين يختلفوا على هذا. البطولة خلاص راحت المشحنات وراحت المزايدات وراحت قلة القيمة دي، ونحن أسياد العرب. أسياد مين؟ في الكورة. هو ده. طيب عماد، مقابلة المغرب ومصر، أنا باعتقادي درس بليغ لهذا الشعب للطاولة المغاربة. رسالتك للشعبين نخوت، شنو الحوايج اللي خصنا نديرهم اللي نتحلوا بهم سواء قبل المقابلة أو بعد؟ المغاربة أمة عريقة، أمة عريقة لها تاريخ ولها وأمة متحضرة. المصريون أمة عريقة لها تاريخ وأمة متحضرة. الكورة إحنا شفنا في التشجيع إلى الآن رقي أسلق صدري، أهني كل واحد شجع بوعي. رسالتي ليهم إن نستمر للآخر. الكاس في المغرب كما الكاس في مصر هانية. هو أنا وكل مصري نشجع اللي يفوز. فاز المنتخب المصري هو في داره، كأن المغاربة فازوا، فاز المنتخب المغربي، المصريين فازوا. وأنا بقول لك أنا مصري وبشجع منتخب مصر، لكني سياسيا واجتماعيا وشعبيا أتمنى أن الكاس، لأن الكاس هنا آخر كاس خدته 76، أتمنى أن المغاربة يفرحوا بالكاس السنة دي ونحتفل به هنا، والمصريين يفرحوا معانا هنا. ليه لا؟ ما احنا لما خدناه ثلاث مرات ورا بعض ما الناس كانوا بيفرحوا لنا هنا في المغرب. ولما بقابل مغربي يقول لي تبارك الله منتخب قوي، تبارك الله، وبوتريكا. أنا ماشي مرة في ساحة الأمم المتحدة في كذا سنة 2014، يلا واصل، واحد بيبيع نمر تليفون، قال لي تليفون، قلت له لا شكرا، قال لي منين، قلت له من مصر، أقسم بالله عنقني وبوتريكا ومش عارف مين، وأنا ما أعرفهمش أصلا، أنا أعرف أبوتريكا، ويشجع ويقول لي أنا بشجع المنتخب المصري. أنتوا بتحبونا وإحنا بنحبكم. رسالتي للشعبين، إحنا شعب واحد، منتخبين هيلعبوا لشعب واحد، اللي هيفوز هنشجعه للبطولة إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.